نتائج رفعت البلاد وعرفتها على المستوى الوطني. فخلال هذا الموسم الرياضي فقط يصرى انه عندها احسن توقيت في مسافه 10000 متر فئه الشبان، احسن توقيت وطني لهذا الموسم، ومرتبه اولى مرتين بالملتقى الفيدرالي الوطني بمارتين، ومره اخرى ببنغريا، وعندها ثاني احسن توقيت وطني لهذا الموسم لهذه السنه مسافه 5000 متر، واللي حققته كمرتبه ثانيه بالملتقى الفيدرالي بمدينه تازا، وبالاضافه انها حققت المرتبه الثالثه مرتين في الملتقى الوطني الفيدرالي للعدو الريفي بكل من مدينه القنيطره ومدينه خريبكه، وكانت رابعه في بطوله المغرب اللي تقامت مؤخرا في مدينه العرائش. وهذه النتائج كلها خولاتها انها تمثل القصيبه والمغرب مع المنتخب المغربي المدرسي، واحتلت رتبه المنتخب المدرسي الرتبه الرابعه في بطوله العالم بمدينه باريس بفرنسا. اذا فعلا تستحق اكثر من تكريم، ولا قد الحال ديال الجمعيه نتمنى جاهدين لا من المجلس البلدي ولا من الفعاليات المحليه المجتمع المدني والرياضي بالقصيبيه باننا نضافوا الجهود لتشجيع هذا البطل وباقي البطلات الاخرين اللي كاينين في القصيبه، ان شاء الله منهم خوله، منهم امينه، منهم محمد ملال، منهم عيسى، منهم عزوزي سعيد مدرب، منهم المهدي اصفرود وحنا صيري واخرين. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وبما ان كجائزه رسميه رمزيه ظرف او شيء رمزي متواضع من طرف جمعيه نادي امل القصيبه للعداء اللي المبلغ ديالو هو 3000 درهم. وبما ان المجلس البلدي حنا كنعتبره كجمعيه هو الراعي او الداعم الرسمي لهذا النادي هذا، ونتمناه ان شاء الله يمشي معنا للبدان، فليتفضل رئيس المجلس البلدي سي محمد القربي انه يسلم هذا الشيء لهذه البطله هذه، وشكرا. المهمه ديالي انتهت. طيح طيح. هاد المره ما بقاش صعيب ليا لان كتعرف تهضر في الميكروفون، تبارك الله عليك ما كاين حتى مشكل، تبارك الله على سي صلاح الدين. اذا كان تقديم جميل جدا للبطله ديالنا الكبيره ان شاء الله يسرى انه اللي بالمناسبه استطعت ان تجمع بزاف ديال القطاعات. البوله استطعت ان توحد بزاف ديال يعني ديال المصالح وبزاف ديال الاشخاص في التكريم ديالها اللي كنعتبروا يعني قفزه نوعيه في الحياه يعني الرياضيه ديالها. هذا التكريم هذا من شنو ان يرفع المعنويات ديالها ويزيد واحد الدفعه معنويه حتى ان شاء الله كما قالت قبيله كتعز الرايه الوطنيه وكتمثل القصيبه. حنا بغينا تعز الرايه الوطنيه وتمثل المغرب ان شاء الله احسن تمثيل في مختلف المحافل الدوليه.